لا يزال المئات من سكان قضاء الصقلاوية الشمالية الفلوجة في عداد المفقودين منذ العام 2016 بعدما اختطفوا على أيدي الميليشيات الطائفية، وتعيش عائلات نحو 643 مفقودا ومغيبا في عذاب ومعاناة مستمرة منذ خطف أبنائهم وأقاربهم، وهم لا يعرفون ما إذا كانوا ما زالوا على قيد الحياة أم في عداد الأموات. هذا اللي نريده ندعي بالحكومة، حكومة تشوف حالنا شلون قايل هالزعانة بهذا الوضع. احنا انتوا راحت من التراب، والله ما ضلعت عند عيشة، والله والله احنا عندنا يدمون التنسجنة، والله اخويا موسى يا اخويا مريض، والله ما ضلعت دعت، والله انفخدها وانسجنها بريئين، والله يا ناس بريئين، والله على زبة الطن وبالسجنة، والله مريضة زبة السجن. وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت كيف أن أقارب المفقودين الذين لم يدخروا وسعا من أجل الحصول على أي معلومات بشأن أبنائهم المغيبين قسريا لم يصلوا إلى شيء. أنا هاي المفقودين الصقلاوي، فمن ذاك الآن صارنا هاي 6 سنين، هاي 7، احنا كل شيء ما عرفنا مصيرهم، واحنا عوائلهم اللي تبهدلت هاي بالشوارع، جينا على مود ملابس احنا، هي شيء هاي العوائل تبهدل، وللتالي ما حصلوا الأطفال، راح يروحون كل شيء ما حصلوا، واحنا نطلب من الله ومنهم نريدهم يظهروا لنا زلمنا، وين ما نريد كل شيء غير هذا. ويتهم ذوي المفقودين المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين بالتقاعس عن كشف مصير ذويهم او تعويضهم، ويطالبون بالايفاء بوعودهم التي قطعوها على انفسهم اثناء الحملات الانتخابيه باعاده هؤلاء المفقودين في اقرب وقت ممكن. كل شيء ما وجهنا، زلمنا وين راحت هاي 7 سنوات؟ هاي 7 سنين ما وصلت صوتنا للمسؤولين، وين راحهم؟ قاعدين وكل من لام مواد ما قاعد، واحنا بيوتنا تهجمت، كافي مهزله، كافي، ترى بزعنا وطفرت ارواحنا، كافي. ويامل اهل المفقودين والمغيبين بعوده ذويهم في اقرب وقت ممكن ومشاركتهم في افراح واحتفال عيد الفطر المبارك بعد ان مرت عليهم اعياد كثيره وهم غائبون.